بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل على موضوعنا السابق. احنا سبق وشرحنا ادوات النص والاشكال وادراج صورة. اليوم راح نتعلم شيء جديد، راح ندرج فلاش. بس قبل كل شيء قلنا احنا اذا سوينا سيف بروجكت راح يتسيف لي بالمكان اللي انا اختاره، واقدر اغير اسمه، راح اسميه تو سيفه، راح يتسيف لي على الديسكتوب، واقدر ادش عليه على طول يدخلني على المشروع دايركت على الديسكتوب على الديسكتوب، او ان انا ادش من البرنامج الرئيسي. انزين خليه يتسيف، انا ابي اسوي نيو بروجكت. خذينا ادراج صورة وخذينا نص، اليوم راح ندرج فلاش، اما من شريط الادوات اللي هني او من انسيرت اس دبليو اف. طبعا لازم تكون عندي فلاشات على الجهاز واقوم محملها واقدر اتحكم بالحجم، بس انا حاليا بجهازي ما عندي ولا اي فلاش، فانا راح استخدم الفلاشات اللي هني بالبرنامج نفسه. طبعا في شيء لازم ما ننسى قبل لا انزل اي فلاش، لازم اسوي اطار عشان مساحة العمل عشان يتضمن كل الادوات اللي راح تكون موجودة بالسلايدات. انا من هنا نختار ريكتانجل فريم او انفيزيبل فريم، او نروح عند الشيب ناخذ ريكتانجل فريم او انفيزيبل، فني مسوي الحدود، وني ندرج الفلاش سواء من انسيرت او من شريط الادوات. طبعا اقدر اتحكم بحجمه، اذا بسوي له روتيت اقدر من الصوره نفسها. هني طلعت لي المؤثرات اذا انا ابيها، مثلا هني الشفافيه ايش كثر انا ابيها. نروح حق الشيب، حاط سهم، راح اضيف الحين فيديو اما من انسيرت او من شريط الادوات. هني انا عندي فيديو، عندي اد لوكال فيديو او ريكورد سكرين او ويب فيديو، انا ابي اد لوكال فيديو. طبعا قلنا ان نقدر نكبر ونصغر مثل ما نبي، ونقدر نغير لون السهم اذا انا ابي. نغير هذه شويه، نروح عند الشيب نضيف سهم. طبعا ما انسى شغله، لازم لما انا اي اضيف فيديو يا ان تكون صيغته ام بي 4 ولا اف ال في. الحين انا ابي اضيف فيديو من الويب، ايش راح اسوي؟ راح اروح فيديو ويب، اروح يوتيوب، انسخ لي فيديو مثلا، كوبي حق اللينك، ويهني في اسوي له اد. طبعا شوف طلعت لي المؤثرات على طول، اقدر اكبر واصغر مثل ما انا ابي.
شوف هني طبعا بعد ما هم اقدر اخليه شفاف ولا لا، واقدر اقلبه مثل ما انا ابي واسوي له روتيت. بعدين بعد ما اخلص طبعا اقدر اسوي بلاي وريفرش، انا بعد ما اخلص اسوي له ريفرش. عشان يسوي له داونلود. خلصنا الحين ادرت سهم. ابى اسوي ارتباط هني مع صورة او نص، فابي ادرت صورة. اد لوكال، روح الديسكتوب مثلا جامعة الكويت، عشان لما اسوي لها ارتباط مع موقع الجامعة تكون الصورة ماشية معه. وابي انزل مثلا تويتر، وما انسى ان انا اقدر اشوف الستايل اللي انا ابي واعدل على شكله كثر ما انا ابي. وابي ادرج نص، طبعا ما ننسى اللي يكتبون باللغة العربية. اللي راح يكتبون بالعربي لا ينسون يستخدمون برنامج الرسام. انا هذا ما ابي فاسوي له ديليت. ابي ادرج نص، الحين يرس اسوي ارتباط، اسوي سلكت على الصوره، بعدين اسوي اد لينك، احدد الصوره. نشوف هني طلع لي، هني اروح عند اليو ار ال اسوي كوبي حق اللينك. اروح حق طبعا احنا هني شايفين وايد عليه احمر فنخفف شوي. نروح حق تويتر، سوي كوبي لينك، اد لينك، سوي سلكت على الصورة، اد باليو ار ال، سيب لي لينك، قلنا بنخفف الحمار، سوي كذي. الحين اني حق التكست لينك، اد لينك، ابل، نروح حق لينك الابل كوبي، نرد في سبلاي، نخفف الحمر كذي. احنا خلصنا تقريبا. الحين لازم نسوي السلايدات اللي بقت، فنروح بالجهة اليسار، نروح عند الإطار عشان تطلع لي الشريحة الأولى شاملة، طبعا لازم احط دان. اروح editing path، هذه الأولى، الثانية، الثالثة،
رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة العاشرة. احنا قلنا نسوي بريفيو اما من فايل بريفيو او من بريفيو كيرنت او من اف 5. هنشوف الحين او شي نسوي دان. طبعا شي يشتغل. شوف الثقات راح يوديني تويتر على طول. مية اضغط على موقع الجامعة يوديني على الجامعة. أبل راح يعطيني على موقع الأبل. إنزين الحين نبي نطلع طبعا اسكيب نشوف طلعني. الحين احنا نبي نسوي انيميشن مثل ما احنا كنا متعودين. انيميشن سلكت على الشيء اللي أنا أبي. Add effect. طالع هني باك تو إيديت مود. نبي نسوي له سيف بروجكت. أقدر أغير اسمه مسيب على الديسكتوب يصير لي سيب. الحين انا بسوي نيو بروجكت. اروح امبورتينج فروم باوربوينت مثلا اوبن يبطل لي يطلع لي الباوربوينت هني. لودينج شايفين هني طلعت لي السلايدات. السلايد اللي انا ما بي بكليك واحد اشيله تنشال عنه علامه الصح بعدين نكست يطلع لي الشكل اللي انا ابي. انا اختار هذه نكست نختار الباك جراوند لاين نكست. طلعت لي هني مثل ما احنا شايفين ونقدر نعدل مثل ما احنا نبي. هنا الادوات وشنو ممكن نسوي وشلون ممكن ندرج. حابين نربط بلينك واذا كنت ابي اضيف نص او امسح سلايد من الاكس اللي هني. تعلمنا طريقة تسييف وشكرا.